شهد لبنان في شهر آذار من عام 1956 زلزالاً كبيراً سبب الدمار في منطقة الجنوب وجزين وشرق صيدا والشوف، لا سيما إقليم الخروب. وشعر المواطنون بثلاثة هزات أرضية تراوحت قوتها بين 4.8 و5.1 من مقياس ريختر. أسفر هذا الزلزال عن سقوط 140 ضحية وحوالي 100 جريح. وقدرت إحصاءات لجنة الإغاثة والتعمير أن عدد القرى المنكوبة هو 241 قرية، وتصدع أكثر من 7000 منزل بين متصدع جزئيا ومتصدع كليا ومهدوم. وبالتالي شرد الزلزال أكثر من 44,000 لبناني. وقدرت الخسائر المادية آنذاك بمبلغ يساوي بسعر اليوم حوالي 100 مليون دولار أمريكي. كانت الكارثة أقل وقعاً في بيروت، لكن لم يخلو المشهد من الرعب والذعر والهلع، فتعالت أصوات الصراخ وهرع عشرات الآلاف إلى ساحة الشهداء في وسط العاصمة، وابتعد الناس عن البنايات والبيوت، ومنهم من فر بالسيارات إلى طريق المطار الذي يخلو من الأبنية والعمران، فيما اتجه آخرون من بيروت إلى الجبال. كما امتلأ حرج بيروت بآلاف الناس الذين وفدوا من كل مكان، وأصبحت أحياء المدينة شبه خاوية. أوفدت الحكومة آنذاك بعثة من المهندسين فزارت المناطق المتضررة، أرسلت سيارات الإسعاف، وقام رجال الإطفاء بالاشتراك مع رجال الدرك والجيش بأعمال رفع الأنقاض، وقدم الصليب الأحمر والجيش اللبناني والجمعيات الخيرية الخيم والمساعدات لإيواء الذين فقدوا منازلهم، خصوصا وأن الطقس كان باردا وماطرا. وكذلك وصلت بعد أيام مساعدات من اللبنانيين في الداخل والخارج أو من دول عربية وأجنبية. ونتيجة الكارثة استغل البعض ظروف الناس الصعبة، فارتفعت أسعار المواد الغذائية واللحوم، وكذلك فعلت محطات البنزين وسواقو التاكسي الذين فرضوا أجورا باهظة على النقليات. ولم يتوانى الملاكون أيضا عن استغلال الكارثة، فحاولوا طرد المستأجرين ورفعوا الإيجارات وفرضوا شروطا جديدة. كتبت الصحف اللبنانية كثيرا في ذلك الوقت عن كارثة الزلزال، وقالت إنها فضحت هشاشة الدولة وعجزها عن إدارة أي أزمة وتخاذلها عن تحمل مسؤولياتها، حتى أن النواب آنذاك فروا من متابعة شؤون مواطنيهم المصابين. وإلى اليوم وعند كل أزمة تصادفنا، حرائق، فيضانات، أزمة نفايات، تتصرف الدولة وكأنها مصدومة مما جرى، تتقاعس في تأدية واجبها تجاه الناس وتتجاهل أسباب تقصيرها، فتأتي نتائج الخسائر من هذه الكوارث مضاعفة، ويتحمل المواطنون وحدهم نتيجة هذا التقاعس والإهمال.